كبيره جدا جدا جدا، وان اختلفت وان اختلفت. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون لقاء يليق بالكره المصريه، وباذن الله طبعا يكون فيه المكسب للنادي الاهلي. طيب الرحله بتاعت الاهلي للرياض ان شاء الله هتكون امتى؟ هتكون يوم الاربعاء، اخر تمرينه لينا هتكون يوم الثلاث. وبالفعل الجهاز الاداري في النادي الاهلي بدا انه ينهي الاجراءات الخاصه بسفر بعثه فريق كره القدم للسعوديه، اللي ان شاء الله باذن الله هتبدا يوم الاربعاء اللي جاي. رحله الاهلي للرياض هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي كاس مصر. من هنا للاربعاء مع التدريبات طبعا مستر كولر مع الجهاز المعاون ليه بيحاولوا ان هم يحطوا السيناريو الامثل، دراسه الزمالك في مباراته الاخيره، خصوصا مع انه في قياده فنيه طبعا جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، فبالتالي المواجهه على مستوى الاداره الفنيه هي الاولى من نوعها. كولر اعتقد انه ذاكر الزمالك كويس جدا، ومعظم اللعيبه بالنسبه له كتاب مفتوح، لكن الطريقه او الاسلوب اللي هيفكر فيه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في مواجهه الاهلي هو ده اللي يمكن شويه هيكون محل دراسه و يعني تركيز من مستر كولر في الايام اللي جايه. طيب هقفل معاكم ماتش الزمالك وهرجع له مع كابتن ماهر مره ثانيه، لكن خليني اقول لكم انه بعد ماتش الزمالك اللي هتلعب يوم 8 يوم الجمعه كان مفترض انه يبقى فيه مباراه يوم 15 بين الاهلي وانبي في الدوري العام. النهارده الرابطه رابطه الانديه اختارت بالفعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني انه هيتم تاجيل المباراه دي حسب ما كان متفق عليه او حسب رغبه كابتن حسام حسن المدير الفني للجهاز الفني المنتخب المدير الفني لمنتخب مصر، اللي كان عنده رغبه في انه معسكر المنتخب يبدا يوم 12 وبالتالي ما يكونش فيه اي مباريات في الدوري العام بعد التاريخ ده، وده اللي يعني استجابت ليه رابطه الانديه وابلغت كابتن حسام طبعا انه طلبات الجهاز الفني باختصار شديد كده اوامر، واحنا هنبقى في ظهر منتخبنا الوطني وداعمين للجهاز الفني، فاي طلبات هيطلبها هيتم الاستجابه ليها، خصوصا انك عندك في مارس بطوله وديه دوره وديه في الامارات ان شاء الله، وبعد كده هيبدا معسكرها يوم 13 وهيكون فيها تونس كرواتيا نيوزيلندا في اطار استعداد المنتخب طبعا اول تجمع تحت قياده كابتن حسام حسن، ملوش علاقه قوي بمشوار كاس العالم، يعني ملوش علاقه، انت عندك تصفيات كاس العالم السنه دي، هيكون عندك ماتشين في شهر 6 شهر يونيو لسه بدري قوي، هتلعب ماتش مع بوركينا فاسو وماتش مع غينيا، ماتشين مهمين مهمين مفيش شك، تصفيات كاس العالم هي الاهم اكيد برضو هي الاهم، لكن بدري قوي على التحضير والاستعدادات لكاس العالم، لكن الاهم بالنسبه للمعسكر ده نمره واحد حاله التواصل، نمره اثنين انك انت توضح طريقه شغلك، تصفي اذا كان في اي حاجات معلقه او اي اشاعات خرجت او كلام اتقال على تولي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن مسؤوليه الجهاز الفني، تبتدي تشتغل مع اللعيبه بتاعتك اللي انت هتختارها واللي بالمناسبه هيكون من ضمنهم اللعيبه الدوليه هتشارك او المحترفين في الخارج، يعني هم كلهم لعيبه دوليه، لكن اقصد اقول المحترفين في الخارج هينضموا للمعسكر بتاع المنتخب، دي فتره توقف دولي، فبالتالي هيكون مسموح للجهاز الفني انه يستدعي اللعيبه اللي بتلعب بره، فبالتالي يبقى بدايه مرحله جديده، بدايه شغل، فرصه يبتدي يحط فيها كابتن حسام معالم وشكل وطريقه المنتخب ان شاء الله مع توليه المسؤوليه، وبالتالي تاجلت مباراه الاهلي وانبي اللي كان مقرر ليها يوم 15 على ما اعتقد.